بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. نتكلم جد شويه قبل ما نخش في الهلس بتاعنا. عايز اقول لك حاجه، بس ان انا اتفاجئت جدا في بدايه المباراه في اول 5 دقائق. لما ابص لقيت مانشستر يونايتد ورالف رانجينيك داخل المباراه فكره ان انا عايز العب جيم مفتوح وعايز امسك كره ضد مانشستر سيتي، وعايز اول ما الكره ما تيجي للسيتي اقفل الباص على لعيب مهم جدا في كل هجمه لمانشستر سيتي وهو رودري مش هيستلم كوره، فهنلاقي ان في حائط صد موجود قدام رودري، سكوت ماكدوماناي وفريد بيرحلوا، وبوجبا بيكون واقف على خط قدام ايلانجا، وموجود معاهم سانشو، ومفترض برونو فرنانديز بيكون مهاجم وهمي. قلت له استنى 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 استنى، انت بتعمل ايه بجد؟ ولا انا عايز افهم الكلام ده. حلو جدا وجميل جدا وحلو حوار الضغط العالي ده، لذيذ جدا، بس مش لعيبتك اللي يعرفوا يعملوا كده، مش فريد وسكوت ماكدوماناي، لان فريد وسكوت ماكدوماناي ما ينفعش انك تفكر ان هم يعملوا لك ضغط عالي. وبعدين ضغط عالي ايه وانت بتلعب باتنين بطاء جدا مساكين زي لوندروف وزي هاري ماجواير؟ انت بتهرج بجد والله. فدي كانت فكره بالنسبه لي، اللي هو يا اخي ده انت طلعت اسهل بكتير قوي من سولتشاير كان بيجي يدافع ب7 وبيهاجم ب3 ساعتك، فكان بيقرفنا جدا في ماتشات مانشستر يونايتد. انما الراجل ده جاي، انا مانشستر يونايتد، انا كبير انجلترا، انا هنزل افرض ايقاع على السيتي، اللي هو انت عارفنا كويس يا فرد ايقاعي، انت عارفنا حبيبي. احنا يورجن كلوب اساسا في اوقات بيسيب لسيتي الكره عشان ما بيعرفش يجاري ايقاع مانشستر سيتي، وفي اوقات مانشستر سيتي بيسيب الكره لليفربول علشان ايقاع ليفربول بيكون عالي جدا. انت بقى ايقاعك عالي جدا ازاي؟ يعني انت بقالك فتره كده في مانشستر يونايتد مش عارف اللعيبه بتاعتك امكانياتها ايه؟ يعني معلش، مثلا هل فريد وسكوت ماكدوماناي وقدامهم برونو وبوجبا هم دول اللي هيعرفوا يعملوا ايقاع عالي؟ وبعدين ايقاع عالي وانت معاك خط دفاع 2 بطاقة قوي، انت بتعمل ايه بجد والله؟ فدي حاجه كانت مطمناني. ليه؟ لانه كده كده هيلبس، لان مانشستر سيتي اول ما يعدي نص الملعب هيتحول لحاله 4-4. هنلاقي ان رياض موجود هنا، وهنا جاك جريليتش الامانه عمل مباراه انا ما كنتش متوقعها من جاك جريليتش، بس صراحه قلت وجوده افضل من وجود رحيم ستيلينج بكتير، وفي الفودن، وطبعا كيفن دي بروين فخر الصناعه البلجيكيه. احنا كان عندنا النهارده فخر الصناعه البلجيكيه وفخر الصناعه الجزائريه، خلصوا لنا المباراه. وبصراحه برده جو كانسلو اللي عمل مباراه عظيمه جدا. وكايل ووكر الموضوع كان صعب جدا بالنسبه له الشوط الاول، لان احنا كنا شايفين ان سانشو كان بيلعب في ناحيه كايل ووكر، يعني سانشو كان بيلعب في ناحيه كايل ووكر، اللي هو سانشو متعود ان هو هيروح يستلم ورا كايل ووكر، لان كايل ووكر لا كيفن دي بروين بيرجع ولا راد محرز بيرجع، فالناحيه دي كانت مشكله مشكله كبيره جدا لمانشستر سيتي الشوط الاول. فيقوم رالف رانجينيك يعمل ايه؟ اول ما يبدا الشوط الثاني يروح جايب سانشو شمال ويودي ايلانجا يمين، اللي هو والله العظيم انت لو جاي تعمل معايا واجب ما تعمل كده، والله العظيم انت الجميل بتاعك ده على راسي يا عم رالف والله. يعني سانشو سجل هدف من ورا رياض ومن ورا كيفن، ورياض ما كانش ظهر الشوط الاول خالص، فانت تقوم تودي التهديد اللي كان موجود في الناحيه دي الناحيه الثانيه، الله على العظمه والله العظيم. ثلاثه مش عايز اقول لك ميرسي قد ايه على اللي انت عملته ده، ايه العظمه التكتيكيه دي يا عم الحاج؟ ايه الجمال والابداع ده؟ لو حط كل ده ايه؟ انك مستبعد كريستيانو رونالدو لانه ما رضيش يقعد دكه، اللي هو ده انت هتتنفخ، بس بصراحه تستاهل كل خير. الشوط الثاني بقى لما رياض محرز لقى ان موضوع سانشو مش موجود قدامه، ومانشستر سيتي مانشستر يونايتد للامانه رمى الفوطه بعد الجون الثاني، اللي هو مانشستر يونايتد بعد الجون الثاني خلاص بقى الايقاع العالي ده، لقينا ان خلاص فريد بيفرفر وسكوت ماكدوناي بيفرفروا، وبوب عمال يقول لهم يا ابني انت نرجع نضغط عليهم ضغط عالي، اللي هو ضغط عالي مين؟ احنا خلاص لنص ساعه دي جبنا اخرنا فيها، اللي هو طب نطلع. ورالف رانجينيك اللي هو مين يا باشا؟ الاثنين بتوع النص ماتوا اساسا، هيطلعوا يكملوا ضغط عالي ازاي؟ ما هي دي بقى الفكره اللي قعدت تضحكني، اللي هو انت عارف امكانياتهم كويس، يعني انت محضرهم كويس للشغل اللي انت عايزه ده بجد والله، انت كنت محضرهم كويس. يعني اللقطه بتاع الهدف الثالث واضح ان هي كان فيها تحضير كويسه جدا، واضح ان في شغل في التمرين على الكره دي، لان الكره دي مش بالصدفه رودري سابها لرياض، مش بالصدفه خالص. ورياض قبلها للامانه كان مصاب تصوبه حلوه قوي الشوط الاول، دي خير تصدها، ودي خيا في الماتشات دي بيكون دايما هو مان اوف ذا مانشستر يونايتد، بيكون هو الشخص الوحيد اللي لسه على الثبات وعلى وضعك. لولا دي خيا النهارده مانشستر يونايتد كان طلع ازيد من 4 بكتير، كان الموضوع ممكن يشد 6-7، وخصوصا الشوط الثاني. لما الشوط الثاني بيبص كده لقى ان فريد وسكوت ماكدوماناي ما بيمشوش اساسا، اللي هو حتى وضع المشي قفلوه، مش قادرين خلاص، هم لعبوا مباراه اكبر من اللي هم يقدروا يقدموها الشوط الاول. الشوط الاول كان عظيم وممتع جدا، بس الشوط الثاني خلاص ايقاع مانشستر يونايتد نزل تحت الارض، اللي هو باشا اللعيبه مش قادره، طب هتنزل مين؟ هتسحب فريد مثلا وتنزل مكانه ماتيتش
اوسخ واضل سبيل. هتسحب سكوت مكدوناي وتسيب ماتتش وفريد، انت كده بعت نص الملعب اكتر ما هو متباع اساسا. فانت بديت المباراه فكره غلط، فكره غريبه جدا، وهي حته انك عايز تجاري مانشستر سيتي بلاعيبه اقل بكتير قوي من ان هم يعملوا المباراه اللي في خيالك دي. إلانجا كان عنده مشكله الناحيه اللي كان فيها جاك ليتش وبرناردو سيلفا، فقمت انت موديه هناك، اللي هو انت بتعمل كل حاجه بجد بتخلي مانشستر سيتي يستفاد جوه المباراه. ورياض محرز اول ما سجل الهدف الثالث فتحت بقى معانا يا باشا على البحري كده. رياض راح مسجل الرابع من جندوجان اللي نزل مكان فخر الصناعه البلجيكيه كيفن دي بروين. كيفن دي بروين اللي في الماتشات الكبيره رجع يكون كيفن دي بروين الشخص القوي اللي بيعرف يخلص الماتشات. كيفن دي بروين النهارده قدم مباراه عظيمه جدا 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 جدا. ورياض محرز بعد ما سانشو راح الناحيه الثانيه للامانه قدم مباراه عظمه. ورياض وكيفن هفضل دايما حاططهم في مرتبه ان هم نجوم الفريق الاول. ووحدهم طبعا روبن دياز. روبن دياز اللي غيابه النهارده ما فرقش كتير قوي، انا مانشستر يونايتد ما راحش بكور كتير الشوط الثاني، انما الشوط الاول كان في فراغ كبير قوي موجود ورا الاسطوره الحيه كايل ووكر. الدنيا بالنسبه لكايل ووكر الشوط الاول ما كانتش مظبوطه، انما الشوط الثاني اول ما لقى قدامه ايلانجا وراح لقى قدامه راشفورد، وراشفورد نازل له قلب وشه عشان خاطر ما حجبوش حته ان هو يقعد دكه العيال الصغير، ونزل اسطوره جيسي لينجرد خلاص اللي هو قفلها حرفيا، وراح مطلع بوجبا بقى اللي هو بسم الله ما شاء الله انت سلمت السيتي الماتش كله يعني. بوجبا رحت مطلعه ونزلت جيسي لينجرد و راشفورد نازلين قلبين وشهم ونازلين اساسا وهم قرفانين وبسم الله ما شاء الله. هم نزلوا من هنا والفرقه ما خدتش كوره من هنا ولا عرفوا ان هم يعملوا تحولات ولا اي حاجه. بس الامانه برضو سانشو كان خطير ناحيه جواو كانسيلو، بس جواو كانسيلو عرف ان هو يرجع ويتعامل معاه بسرعه، لان جواو كانسيلو لعيب سريع جدا، وفكره انك تجري سرعه مع سرعه هتلاقي ان في لعيب تاني لازم يرجع يعمل واجبات دفاعيه معاك، وبرناردو كان بيرجع فعلا يعمل الواجبات الدفاعيه دي. فبرناردو كان هناك مقفل على ناحيه سانشو لما جاله هنا الشوط الثاني، انما الشوط الاول كان الموضوع صعب جدا التعامل معاه دفاعيا، لان الرياض كان بيرجع ولا كيفن دي بروين كان بيرجع. فبصراحه الحته دي بحيي جدا رافو انجيك على ان هو عملها، والتغيير ده كان تغيير تكتيكي عالمي جدا جوه الملعب. ميرسي يا عم رافو والله على اللي انت عملته معانا. سيتي قدم مباراه عظيمه جدا. سيتي الشوط الثاني لعب 30 دقيقه كامله كانه بيلعب في تقسيمه الشوط الثاني. مانشستر سيتي عمل عظمه الشوط الثاني برضه بفضل غباء رالف رانجينيك ان هو عايز يلعب مباراه اكبر من امكانيات لعيبته، وبرضه بحسم رياض محرز في الهدف الرابع. الحمد لله ان احنا رجعنا للفار ولقينا ان رياض محرز سجل في مانشستر يونايتد هدفين يا باشا، هدفين، تو جولز مش وان جولز بس يا باشا، عشان الناس كانت بتقول ما سجلش قبل كده في مانشستر يونايتد. احنا بنجيب بالزوفه يا باشا، لما بتفتح معانا بتفتح بالاثنين، هدف عالمي وان تاتش من اسيست عالمي من كيفن دي بروين، والهدف الثاني جميل جدا تصويبه قويه جدا خبطت في دابت دخيه وراحت رايحه في المقص. شابوه فخر الصناعه الجزائريه، شابوه فخر الصناعه البلجيكيه. لو عجب حضرتك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فانا مشجع لمانشستر سيتي، انا لا هنا لست محايدا، انا ما ينفعش ان انا اتغلب النهارده في دوري بيطير يا باشا، ما ينفعش ان انا اتغلب. وبعدين انت كمشجع مانشستر يونايتد بذمتك الدوري روح لاخوك الصغير ولا روح للجماعه بتاع ليفربول؟ انا بذممك اهي يعني، الشهاده لله يعني، ودي شهاده حق هتحاسب عليها. انت عايز الدوري يروح فين؟ انك كده كده مش بتاع دوري ولا اي كلام من ده. فالدوري يروح لمانشستر سيتي صغير المدينه اللي انت كبرها، ولا يروح لليفربول العدو اللدود؟ اختار انت بصراحه بقى برو. وفي الحالتين يستاهل رافو رانجينيك ان هو يشيل الليله.